بسم الله والصلاة والسلام على أنبيائنا الشرفاء العظماء الكرماء محمدا وشعيب وموسى وعيسى وجميع الرسل صفوة الخلق رسل الحق الضافر والحقيقة الساطعة. السلام عليكم يا صانعي السلام. بكل فخر واعتزاز أقف اليوم بفرح ابني العزيز الغالي صبحي لرحب بفخر الطائفة الدرزية والبلاد راعي الأمجاد شيخها الفاضل الباسل عميد الدين التوحيد المجيد الشيخ موفق طريف أدامك الله نورا دافقا وقلبا خافقا وعقلا راجحا بالهدى والندى وروح الإيمان. الشيخ موفق طريف المعرف بالفضيل النبيل وليد الدوحة المعروفية يا من ورثت المجد العلي من شيخ الفضيلة النبيلة المرحوم الشيخ أمين طريف الذي نشر السلام بفضائله وكان المقتدى في كل موقف عظيم ووقفة كريمة. الشيوخ الأجلاء أصحاب العمائم البيضاء والقلوب البيضاء حملة العلم الغالب بألوانه الخمسة الذي يوحد مبادئ التوحيد المعروفي بفيض الحق الرباني. أهلا ومرحبا بكم يا أعز الأعزاء وأوفى الأوفياء يا أيها الأنقياء الأتقياء. بكل فخر واعتزاز أحييكم تحية محبة صدق وصداقة صادقة وأخوة أتشرف بها كما تشرف بها والدي المرحوم صبح الذباح رحمه الله الذي علمني تقدير سيرتكم العظيمة ورباني على محبتكم النقية مقتديا بنهج أهله وعائلته وبلده المخلصين لكم الذين يتشرفون بكم وبوفائكم يا رجال الشرف والعهد الوفي. نحن نشعر يا فضيلة شيخنا الجليل العزيز الراسخ الشامخ موفق طريف يا كامل الصفات الصافية الوافية لسيرة شيخنا الأمين الخالد ذكرا طيبا وقدرا هيبا الراحل جسدا والباقي روحا المجتبى الشيخ أمين طريف. نحن نشعر بالفرح البهيج وبالسعادة الجلية بقدومك المشرق المتألق فرحا بهجة وسعادة بنورك الجلي وتجليات الكرماء مرافقيك الموقرين. لقد تم السعد بتشريفك وتشريف أعلام الطائفة السمحاء يا علم الإعلام وعظيم العظماء. أثلجت صدرنا بمطلعك الجامع للأنوار التقي والنقاء وفرحنا اكتمل بفضلك الفياض. الفرح فرحكم والبيت بيتكم وها هم أبناء عائلتي وجميع الأقرباء والأنسباء والأصدقاء وأهل بلدي يرحبون بيمنكم وبشركم وبهيبتكم السنية ومسيرتكم المشرفة فأهلا بكم يا أهلنا. يا مرحبا بكم في رحابكم الذي سمى بإشرافكم يا أرباب الميثاق المعروف بمعروفي يا بني معروف الطامحين نحو العلا بكرامتكم المانحين من نبل أخلاقكم الصالحين بتوفيق الرب العلي ورسالة سيدنا شعيب ومقامه الرفيع في حتين التقوى والنجوى الطاهرة الزاهرة شيخنا المكرم المعظم الشيخ الموفق طريف. دمت لنا يا عمدتنا الموقر ودامت جولس العامرة بالدين الصادق ودمتم يا شيوخ الدين القويم والدنيا السامية خلقا وكرامة ولكم منا كل الشكر والامتنان لحضوركم الحضور المشرف ولرعايتكم لنا بالدعاء الصادق وعطفكم علينا بالمودة والمحبة وبارك الله لكم في مساعيكم الناجحة الصالحة والسلام عليكم من رب السلام يا بني معروف الكرام وأهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا لمعزبكم والد العريف الأخ أبي صبحي على هذه الكلمات